السخرية والاستهزاء، وبعضهم قد يطلقها من باب عدم الرضا بقضاء الله وقدره. لا والله، نحن في نعمة عظيمة. يعني أذكر قصتين طريفتين، أو ليس طريفة، واحدة طريفة وثانية لا. الأولى الطريفة، يقول أحدهم اتصل بي أحد الأصدقاء من أوروبا في مثل هذا الوقت الحار شديد الحر، يسخر، يقول ها كيف الحر عندكم؟ قال بشرك الساعة 1 الظهر متلحف، يعني باللحاف، يعني من شدة البرد في بيوتنا، لا الحمد لله. والثاني يقول عن شدة الحر يعني في بلادنا، أنا هذه وقعت لي، رأيت رجلا من أهل سوريا دمشق، طبعا في السابق قبل أن تقع هذه المصيبة على أهل سوريا، تبارك أن يرفع عنهم الغمة.